الفان بيز بتاعته والمتابعين المستمعين ان هم يفوزوا بفارق الصبر. نفس المكان بيتعاد، واضح ان الويندو ده يعني ممكن نبروزه كده ونعلقه على الحيطه، لان تقريبا كل الكونسوليه بتتلعب عند الويندو ده من كتر اهميته. بعد الري وورك بقى كله يهتم بيه، بقيت يا اما تحط اليوتيليتي هناك، يا اما تعمل بلانتنج للديفيوزر هناك، يا اما تعمل درون تروح انت بنفسك تقف. بقى ويندو مهم قوي. ولكن على العموم بنبدا يا محمد الراوند اللي ممكن تكون الاخيره، وهنشوف مع بعض ليكويد لسه هيعملوا ايه ضد بعض. صراحه مثل ما قلنا ان فريق يوبي سوفت بالتطوير وفي ديزايننج اللي ما بعد قاعد يحاول يخلي الموضوع بالانسد او متوازن قدر المستطاع. لو تشوف النيد اللي رماه لاين قبل شوي اللي هو اودا كان موجود عشان يمنع اي بلان دينايل او عفوا بريتش دينايل، لو تلاحظ يمنع على ناحيه الباندت. فعلا لو تشوف انه قدر يدمر الباندت سبوتس وقدروا انهم يامنون بريتش من الشخص اللي راح يسوي بريتش، الا وهو الشخص مع جادجت اللي هو يينغ. نتكلم عن ويتبلز بالبريتش تشارج جادجت. عموما الادمنستريشن اوفيس اوريدي تم اخذه من ناحيه فريق بلس وعندهم كنترول كامل. الحين راح يبدون ياخذون جن فايتات، والخطا الاكبر انك تخسر جن فايت في هذه الحاله. اودا قاعد يحاول انه يدمر لازامي يوتيليتي، لازامي كيمبس قاعد تنزل الحين على الدورز، وفعلا هذا الموضوع يمنع دخول ويأخر دخول اللاعبين فريق بلس الى المرحله الثانيه ان لم تكن المرحله الثالثه. نشوف الحين برندو على ناحيه المسيرز ممكن انه يتبيك في اي لحظه، ممكن انه يخون التايمينج. في شخص خلف البندنج يا برندو، هل يدري عنه؟ فعلا يبيك شوت داون ممتاز على ناحيه نسكي بسيرة التاون. ايضا فيشو على ناحيه الدور قاعد يحاول انه يعطل اي يوتيليتي. فلاشز قاعد تنزل، البلانت راح ينزل في اي لحظه الحين. فعلا الفلاشات قاعد تنزل، في شخص الحين خلف الهافول هذا لو درى عنه. فيشو قايد بريت جدا ممتاز، لاجونس يقتل ريسيتس بكل عساكي. يوم فيشو قايد يقتل لاجونس، ويتبلز بكل على ريسيتس ما يقتل ويتبلز. ريفراقات كثيره 2 في 2 بدقيقه كامله على المارك، مطالبين الحين فريق بس ينزلون البلانت بحكم ان برندو موجود قاعد يكبر الاودا، ولكن الديفيوزر ما هو معهم. اودا ب 4 اتش بي، كل من برندو على ماي يخليها 1 في 2 50 ثانيه على المارك. بالو الحين مطالب انه يجيب هذا الكلتش 45 ثانيه، والديفيوزر الحين قاعد ينزل برندو والانجل البعيد جدا. وش قاعد تسوي يا اودا؟ وش قاعد تسوي يا اودا؟ والحين برندو ايضا قاعد يحاول التايمنج قاعد يلعب ضد بالو. بالو يعطيه ممتاز على اودا 1 في 1 ومسك الشوت جن. بالو ذا شوت جن تعودنا عليها. برندو ضد بالو، بالو ضد برندو. 6-4 25 ثانية على المارك، ما عاد مع فلاشات. برندو جدا محاصر، وايضا بالو محاصر بحكم المسافة اللي قاعد فيها، بحكم ان الغرفة ما فيها الا دور واحد. قاعد يفرس برندو انه يبشه، قاعد يخلي برندو يفرس ال 1 في 1. برندو راح يبشه يا بالو. بالو بالو شتجن شت داون يقتل برندو. ليكويد جوست تو ذا نكست راوند، يقتلون كل احلام بلس 7-4. يا ساتر يا بالو، وهذه رينبو البرازيلية المتعودين عليها. جنونك يا بالو جاب الكلتش. تيم ليكويد 7-4 يا جون. بلاي حلوة 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 من